من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون لذيذ لا غصب بتلاقي اكلتنا والله لديون نظامه من اصله فاسد حملنا هموم عال هموم من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون بالرشوه بتصير وزير ولو كانت اجدب مجنون ما حدا بيحكي ولا همسه مصيره فورا للسجون هاي جيشو جيش ابو شحاطه بيعفش برد وصحون هاي جيشو جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون أي جيش وجيش أبو شحاطة ما بيخلي ولا شي بالكون. إيه يا أبو محمود صار دورك تحكينا شو دخلك على السجن؟ أخ هاد يا جماعة كان عندي ولد معتقل مرة من المرات يا فوالي يا فول يا فوالي قرب على السقن قرب على السقن قرب يا محمود يا فوالي السلام عليكم. وعليكم السلام لك اهلين وابهاني والله. لك طمني ان شاء الله طلع محمود. لا والله لسه ما طلع. لك الله وكيلك صلي اكثر من سنه وانا عم لف من واحد لواحد وعلى الفاضي. ليش ابو جعفر ما طلع بايده؟ أب جعفر؟ قال أب جعفر أب جعفر قال لي ما بحط إيدي بهيك شغلة. قال ابني واحد إرهابي. لك معقول هلأ محمود طلع إرهابي؟ كله لأن قال ما عاد شبعتونا الخبز صار إرهابي. لك آخ شو بدي أحكي. لك يا ريتني طلعت بالباصات الخضر. لك يا لك ريت. هس اسكت خلاص. ابنك بس بسبب كلمة صار له أكتر من سنة وما معروف وين حاطينه. انت بتتحمل لك انت كف بالك متحمله. لك خليهم يموتوني واخلص من هالعيشه بقى. طول بالك ابو محمود. لك بس تعال شوف حاله اولاده كيف. لك بيقطعوا القلب يا زلمه. كل يوم بيضلوا بيبكوا بدهن ابوهم كل يوم بيضلوا بيبكوا بدهن ابوهم. لك والله ما عاد فتت على البيت لحتى يناموا يا رجل بتصدق. اوف لهالدرجه الله يحمل معك. وبتقلي وطي صوتك. لك رح جن يا زلمه. لك قلبي بيتقطع عليهم كل يوم بشوفهم هيك. اخي مشي معي لقلك مشي معي. لك لوين بدنا نروح؟ انت شو بدك مشي لك يلا. طول بالك شباك عربيه الفول بتنسرق. لك العالم صارت تسرق الكحل من العين. اسمع هداك اليوم كان زبون جاي لعندي. لك انت هلا بدك تحكي لي قصه حياتك. ابو سعيد عيلك على عربيه الفول. شرف. لك ليك كانه ما سمعك. لك مشي فكر دارك مرسيدس. وهي هي القصة يا أستاذ زياد. إيه بسيطة. شو بسيطة يا أستاذ؟ الصبي صار له أكتر من سنة متوقف ودخت السبع دوخات. مو مشكلة بسيطة عم نقولكن. بس عم قلك يا أستاذ جبنا رح... محمود قلك الأستاذ بسيطة يعني بسيطة. قصدي كنت بدي اقول له اشربوا الشاي شغلتكم محلوله ما تاكلوا هم. كتر خيرك يا استاذ زياد صدقني ما بعرف كيف بدي اشكرك. ولو نحن اهل الحق على ابو هاني يلي ما جابك لعندي من الاول. صدقني يا استاذ زياد بانه انا كنت من اول حتى سأل ابو محمود. ها مزبوط كلامه مزبوط. وهلا ما صار شيء. 100 اهلا وسهلا بتشرفوا ايمت ما اجيتوا. طيب نحن بنستأذن هلا وبدك ترخص لنا ما بدنا نعطلك اكثر من هيك. ايه بالاذن استاذ زياد بس انه بدي اسالك. طيب مروا لعندي. شو اليوم سبت استاذ؟ سبت. بتمروا الخميس بعد العصر. شو فهمتكم؟ والله كتير يا استاذ كتير للخميس. عدم مؤاخذه لو تشوفوا اولاده والله صاروا بيقطعوا القلب. صدقني ما بشوف الزلمه قبل هيك. دبرها استاذ زياد اخطي حالتهم بتبقي الله وكيله. طيب مشان خاطركم رح اطرق مشوار لعنده عجامع الشيخ ابو النور. ايه ها الله يخلينا ياك يا استاذ.
يلا يلا لكان، وبعد بكرة مثل هلا بتمرقوا لعندي. شو فهمتكم؟ ما بلاقينا غير عندك. على الموعد تمام. اي والله فضلت على راسي يا ابو هاني. لا لا يا زلمه، استاذ زياد واصل واصل. بس ليش بده يروح على جامع الشيخ ابو النور؟ يعني شو جاب هي لهي؟ فهمني لك. لانه يا فهمان الواسطه هي. قرب قرب لهلا. الشيخ ابو قاسي صهره لمحمد عبد الستار. ومين دخلك هذا محمد عبد الستار؟ لك العمش العين تطرقك شو غشين بتضلك هيك انت؟ لك هذا وزير الاوقاف دخلات، وهذا بيطلع بايده يعني؟ قال بيطلع بايده، ما بشوفه على طول مع الرئيس. بك ايه عرفته عرفته. والله لا يوفقه هذا، شو بيغير بتفسير القرآن لحتى يزبط على هذا الرئيس تبعك. المهم غير ما غير نحن ما دخلنا، موعدنا بعد بكرة. سلام. الله معك ابو هاني، الله معك. فضلت على راسي. الفول يا فوالي قريب على السخن قريب. الفول يا فوالي. بس يا استاذ زياد 80 مليون كتير كتير، منين بدي جيبون؟ صدقني ما في قرش واحد رح يفوت لي جيبه. شو بك؟ انا قصدي اذا ببيع اللي فوقي واللي تحتي ما بيجيبوا هيك مبلغ. هي خدمة لأهل حارتي. فكر معك بس 3 ايام. ها طول بالك. شو 3 ايام؟ طول بالك لدبر اموري بس. الحكي بيني وبينك، انا شفت القاضي وقال لي بجوز ينعدم بعد 3 ايام، فدبر حالك. شو ينعدم ما ينعدم؟ الله اكبر لك. انا ابني شو ساوي؟ انا بدي استاذن منك، عندي موعد ومشان تصدق منروح سوا. بنعطي للواسطه من ايدك لايده. طيب ماشي ماشي، روح دبر اموري انا. بالاذن بالاذن استاذ. مع السلامه. الله معك. لك آخ 3 أيام، لك منين بدي دبرهم يا ربي منين؟ الله يرحمك يا أم محمود، الله يرحمك. قديش نصحتيني ناخذ هالولاد ونطلع على المحرر، بس أنا ركبت راسي تيس. شو ساوي؟ ما عاد ينفع الندم هلا. أحسن شي بيع هالبيت مع العفش، وإذا بزيد له كم ورقة بطلع هالولاد على المحرر. خلص ما في داعي اشوف معك يا استاذ، والله مصدقك انا. بس هذا المبلغ اللي تدبر معي لك، انا بعت اللي فوقي واللي تحتي لك، حتى عربات الفول اللي بسترزق منها كمان بعتها. معليش معليش اخي، المهم نلحقه قبل ما يعدموا. تعال تعال معي، تعال نفوت. الشيخ موجود بمكتبه؟ عندنا موعد معه. طبعا استاذ، هو موجود بانتظاركم. وبعدين كمل طلع ابنك ولا لسه؟ وبعدين لا عاد في استاذ زياد ولا عاد في ابو هاني، الاثنين ما عاد بينوا، وانا وهالصبي وهالبنت صرنا بالشوارع. وبعد ما مر شي شهر ما ضل معي ولا ليره، فقلت لحالي يا ولد روح على مكتب الشيخ. قرايبه لوزير الاوقاف؟ ايه يا سيدي، قرايبه لوزير البطيخ. ايه كمل، شو بك سكتت؟ اخ، وبعد ما رحت لقيت لك الحرس لابسين مدني، قلنا لهم بدنا نفوت، منعوني من الفوت لعنده. وبعدين كمل كمل. صرت علي صوتي وعلي صوتي وقول النصب علي يا عالم، بعد ما بعت اللي فوقي واللي تحتي لحتى طالع ابني، ولا رجعتولي مصرياتي ولا طلع ابني. بس شافوني هيك صرت علي صوتي دخلوني لعنده؟ لا لعندكم لهون. طيب والولاد وين راحوا؟ الولاد؟ آخ لك الولاد تموا بالشارع لحالهم، مالهم غير رب العالمين. الله يرحمك يا أم محمود، آخ لو سمعت منك، بس ما عاد في للندم.
آخ يا من القرش ما عم يتزحزح لا تقفيه تقول جردون محاسس بالناس تعباني أبو رقبي ولا هو هون من القرش ما عم يتزحزح لا تقفيه تقول جردون محاسس بالناس تعباني أبو رقبي ولا هو هون من القرش ما عم يتزحزح لا تقفيه تقول جردون محاسس بالناس تعباني أبو رقبي ولا هو هون لديز لا غس بتلاقي أكلتنا والله ديون نظامه من أصله فاسد حملنا هموم عالي هموم من القرش ما عم يتزحزح لا تقفيه تقول جردون محاسس بالناس تعباني أبو رقبي ولا هو هون بالرشوة بتصير وزير ولو كانت أجدب مجنون ما حدا بيحكي ولا همسة مصيره فورا للسجون هاي جيشو جيش أبو شحاطة بيعفش برد وصحون هاي جيشو جيش أبو شحاطة ما بيخلي ولا شي بالكون أي جيش وجيش أبو شحاطة ما بيخلي ولا شي بالكون.